بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فها نحن مع هذه الدورة العلمية التي تقيمها جمعية الإنسان الخيرية بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومع المسؤولين عن هذا المسجد، بارك الله في الجميع. وهذه الدورات العلمية إنما تقام لذكر الله تبارك وتعالى ونشر العلم الشرعي المؤصل الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك أدعو جميع طلبة العلم وطالباته أن يحرصوا على الانضمام لهذه الدورات والاستفادة منها، خاصة أننا نرى بعض العزوف عن دورات اللغة العربية والنحو بحجة أنه يعني صعب أو أنه لا نستطيعه أو أن ما تعودنا عليه أو غير ذلك من الأمور. والحمد لله المدرسون والمعلمون الذين يدرسون هذه المادة حريصون جدا على تسهيل وفرشة وبسط المعلومة بحيث أنها تكون يسيرة واضحة لكل أحد. فأدعوكم حقيقة لتعلم اللغة العربية والنحو، حتى إن بعض أهل العلم ذهب إلى وجوب ذلك وأنه لا يتم ما لا يتم الواجب إلا به، فإنه واجب. فاحرصوا بارك الله فيكم على هذه الدروس، لعل الله تبارك وتعالى أن ينفع بنا جميعا، والله المستعان. ونحن في هذه الدورة إن شاء الله تعالى في ليلة الخميس، ليلة 16 في الربيع الآخر سنة 44 و400 وألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق لليلة العاشر من الشهر 11 لسنة 22 و2000 لميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد أحمد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله تعالى سنتدارس معا جزء تبارك. نحن نأخذ مقتطفات في تفسير هذا الجزء المبارك، جزء تبارك. فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بما نسمع، وأن يكون هذا مفتاحا للولوج في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى وقراءة الكتاب كله، كتاب ربنا تبارك وتعالى. وسورة تبارك سورة مكية، والسور المكية تعتمد في سياقها دائما على قصر الآيات، وأن نتكلم عن الآخرة وعن تثبيت العقيدة ومسائله والجنة والنار وذكر القبر وما شابه ذلك من الأمور العقدية التي كان يخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم كفار المشركين في ذلك الزمان. فأسأل الله تبارك وتعالى يتمم لنا بخير في هذه الأيام العشرة، بحيث أننا نتم قراءة هذا الجزء المبارك. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. نعم. يمجد الله تبارك وتعالى نفسه الكريمة ويخبر أن بيده ملك كل شيء جل وعلا، لا بيد غيره، بل هو المالك الحقيقي لكل شيء سبحانه وتعالى، وهو المتصرف في جميع المخلوقات بما يشاء، لا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل جل في علاه. وتبارك كلمة لا تقال إلا لله تبارك وتعالى، لأنه البركة فيه ذاتية،
أما غيره فالله هو الذي يباركه، وذاك لا يقال تبارك فلان ولو كان نبيا ولو كان ملكا، فلا تقال ملكا، وإنما تقال هذه الكلمة لله وحده سبحانه وتعالى، وهو معطي البركة جل في علاه. قال: وهو على كل شيء قدير، أي لا يعجز عن شيء جل في علاه لكمال قدرته. ثم ضرب مثال لذا، قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أوجد الخلائق من العدم سبحانه وتعالى، وقال ليبلوكم أي يختبركم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا وإنما قال أحسن. والعبرة عند الله تبارك وتعالى بالكيف لا بالكم. وقيل للفضيل بن عياض: ما أحسن العمل؟ قال: أخلصه وأصوبه. أحسن العمل هو أن يكون خالصا لله صوابا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وهو العزيز الغفور، العزيز هو المنيع الجانب القوي الذي يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، ولا يناله أذى من أحد، ولا يناله ضر من أحد سبحانه وتعالى. الغفور أي الذي يعفو عن السيئات ويسترها جل في علاه. نعم. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. نعم. الذي خلق سبع سماوات طباقا، أي طبقة بعد طبقة، ليس فيها اختلاف ولا تنافر ولا نقص ولا عيب ولا خلل، وهذا من كمال خلقه جل وعلا. قوله هل ترى من فطور، يعني هل ترى شقوقا، هل ترى خروقا، هل ترى خللا يا ابن آدم، هذا خلق الله تبارك وتعالى. ثم قال قوله فارجع البصر هل ترى من فطور، يعني كرر البصر، أعد النظر مرة ثانية في خلق الله تبارك وتعالى، هل ترى نقصا، هل ترى عيبا. وقوله تبارك وتعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فيها قراءتان: تفاوت وتفوت، قراءتان: تفاوت وتفوت. قال ثم ارجع البصر كرتين، وليس المقصود العدد، وإن المقصود أكثر من النظر مرة ومرتين وثلاثا وأربعا، انظر في خلق الرحمن تبارك وتعالى هل ترى من فطور، لا ترى فطورا أبدا. فماذا تكون النتيجة؟ يرجع إليك البصر خاسئا وهو حسير، أي ذليلا منكسرا منقطعا، لا يملك أن يعيب في خلق الله تبارك وتعالى أي شيء. نعم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. نعم. ولقد زينا السماء الدنيا، ولقد هنا في قسم، أي والله لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. والسماء الدنيا هي السماء القريبة من الدنو والقرب، فهي السماء القريبة إلى الأرض وهي السماء الأولى. الله تبارك وتعالى يقول زينا هذه السماء القريبة، الدنيا القريبة من الأرض، زيناها بمصابيح، ونكر مصابيح ولم يقل بالمصابيح، بمصابيح للتفخيم والتهويل، يعني أنها مصابيح عظيمة. وهذه المصابيح هي النجوم التي زين الله تبارك وتعالى بها السماء. قال وجعلناها رجوما للشياطين، أي مع هذا هذه المصابيح الجميلة أيضا ترجم أو يرجم الله تبارك وتعالى من خلالها الشياطين. وجاء عن قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال إنما خلقت هذه النجوم لثلاث خصال: خلقها الله زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. هنا في هذه الآية ذكر عملين لهذه النجوم، أنها زينة وأنها رجوم للشياطين، وفي سورة الأنعام قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون.
فهذه الفوائد. ولذلك يقول قتادة: فمن ذكر غير ذلك فلا تقبل منه. يعني الذي يعتقد مثلا في النجوم أنها يعرف من خلالها علم الغيب، أو أنه سيضر فلان سينتفع فلان، أو أنها تنزل المطر أو غير ذلك، كل هذا كلام لا قيمة له، بل هو مخالف لعقيدتنا. بل قد يكفر من يعتقد أن هذه النجوم تعمل بذاتها. إذا قال هي تنشئ السحاب، هي التي تنزل المطر، هي التي تنفع وتضر، هي التي تعمل كذا لفلان وتعمل كذا لفلان، فهذا كافر خارج من ملة الإسلام. وأما من نظر في هذه النجوم مجرد يعني كما يقال قراءة الآن ما يقرؤونه من النجوم وال إيش يسمونه تنجيم الأبراج وغيرها، هذه كلها يعني إذا قرأها الإنسان لا للاعتقاد بها فإنه ضال والعياذ بالله. من قرأها مجرد قراءة فلا يجوز، مجرد قراءة هذه الأشياء قراءة الأبراج لا تجوز، أما الاعتقاد أنها تؤثر وكذا فهذا كفر والعياذ بالله. لابد أن ننظر في هذه الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أمطر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ليلة الحديبية، قال: أصبح الناس مؤمن، يقول الله تبارك وتعالى: أصبح الناس مؤمن بي وكافر. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. فهذه الكواكب وهذه النجوم لا تعمل شيئا إلا إنها زينة للسماء، رجوم للشياطين، علامات بها يهتدي الناس. نعم. هنا سؤال: ما معنى قوله من تفاوت أي اختلاف، صح أو خطأ؟ نعم نعم، قوله: قد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا أي وأعتدنا أيضا للذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، أي بئس المنقلب والمآل، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. نعم. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. نعم، إذا ألقوا فيها أي الكفار سمعوا لها شهيقا صياحا، شهيقا أي صياحا، وهي تفور وهي تغلي كغليان الماء بالقدر، كيف الآن القدر لو وضع فيه الماء وأشعلت تحته النار كيف أنه يغلي هذا الماء، كذلك والعياذ بالله تغلي نار جهنم بالكفار. تكاد تميز من الغيظ أي يكاد ينفصل بعضها عن بعض، تتقطع من الغيظ أي من شدة غيظها وغضبها على الكفار، النار تغتاظ من هؤلاء الكفار، لماذا لا تعبدون الله، لماذا تكفرون بالله، تغضب على ساكنيها، أعاذنا الله وإياكم منها. تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج أي جماعة سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، يعني ما لكم كفرتم بالله تبارك وتعالى، ألم تأتكم الرسل وتأمركم وتنهاكم وتخبركم أن هناك جنة وأن هناك نارا، فأين أنتم من هذا كله؟ فهذا السؤال سؤال استنكار وتوبيخ من النار لأولئك القوم، وقد ينطق الله تبارك وتعالى النار، والله على كل شيء قدير. نعم. عفوا، الذي يسأل خزنته هو الزبانية، أنا قلت النار لكن أيضا النار الله ينطقها سبحانه وتعالى، ولذلك يقول الله تبارك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فالنار تتكلم يجعلها الله تتكلم سبحانه، ولكن هنا المراد خزنتها، والخزنة هم الزبانية، الزبانية من الملائكة هم خزنة جهنم. نعم. قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل. قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم
إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. نعم، بعد أن سألهم الخزنة، بعد أن يسألهم الخزنة ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير، وهذا اعتراف منهم أنهم جاءهم النذير. والله جل وعلا لا يمكن أن يعذب أحدا دون أن ينذر بالرسل سبحانه وتعالى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذه قاعدة عند الله تبارك وتعالى. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، فهم يعترفون لكن في وقت لا ينفع فيه هذا الاعتراف، لا ينفعهم وقد أقيمت عليهم الحجة بذلك. نعم، قالوا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، يعني أنكروا كما قال الله تبارك وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فهنا ينكرون أن يكون الله تبارك وتعالى أنزل على عبده شيئا. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني رجعوا مرة ثانية يلومون أنفسهم، يقول لو كنا نسمع أو نعقل، هم يسمعون ولكن المقصود نسمع بمعنى نجيب، معنى نسمع بأننا نجيب، أي لو كنا نسمع أي نجيب، أو نعقل أي عقلا ينفعنا، وإلا هم يعقلون، وإلا المجنون لا يكلف، لا يطالب بالتكليف، وإنما المقصود هنا نسمع بمعنى نستجيب. وهذا الكفر الذي وقع منهم يندمون عليه في ذلك اليوم، فهم ليست لهم عقول ينتفعون بها ولا أسماع ينتفعون بها. نعم، قولوا فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، لكن هذا الاعتراف لا ينفع، لا ينفع هذا الاعتراف، قضى قضي كل شيء، الآن هم مخلدون في نار جهنم عاذنا الله وإياكم منها. فاعترفوا بذنبهم فقال الله تبارك فسحقا، وهنا الله تبارك وتعالى يقول سحقا لأصحاب السعير، أي تبا لهم وإهانة لهم، وهم أصحاب السعير أي المصاحبون للسعير وهي جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. نعم، في سؤال؟ معنى قوله تكاد تميز من الغيظ، ثلاثة أجوبة: النار تميز الكفار، نار الآخرة تتميز عن نار الدنيا، تكاد النار ينفصل بعضها عن بعض. أجيبوا بس مو بالصوت، الأجهزة عندكم. نعم، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يخبر الله تبارك وتعالى في المقابل، يعني في مقابل هؤلاء الكفار هناك المؤمنون، هكذا القرآن مثاني، يذكر أحوال الكفار ثم يذكر أحوال المؤمنين، يذكر النار يذكر الجنة، هذا المثاني في كتاب الله تبارك وتعالى. قال إن الذين يخشون ربهم بالغيب، أي يخافون ربهم بالغيب، بالغيب أي أمام الناس وخارج نطاق نظر الناس، يخشون ربهم دائما، والخشية هي الخوف المقترن بالمحبة والتعظيم، الخشية فيها تعظيم، ليس خوف مجرد وإنما خوف مع تعظيم، هناك أحد تخافه لكنك تحتقره، هذا خوف، لكن هناك خوف مع تعظيم، وهذا يسمى الخشية. والمؤمنون يخشون ربهم تبارك وتعالى، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة، وقلنا إن المغفرة هي التجاوز مع الستر، وأجر كبير أي عظيم كثير من الله تبارك وتعالى. قال وأسروا قولكم، قرأتها، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يقول الله تبارك وتعالى أسروا قولكم أو اجهروا به،
سواء عند الله، سواء منكم من أسر القول ومن جهره به، ما يختلف عند الله تبارك وتعالى. الإسرار والجهر عند الله واحد سبحانه، لأنه عليم بكل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور جل وعلا. فيقول أسررتم جهرتم سواء عند الله تبارك وتعالى، وأسروا قولكم أو اجهروا به لا يضر، لا يختلف الأمر عند الله تبارك وتعالى، لأنه هذا تعليل، إنه عليم بذات الصدور، أي لأنه هذا التعليل، لأنه عليم بذات الصدور، لذلك لا يختلف عنده الإسرار والجهر سبحانه وتعالى. ثم قال ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق. وهنا ألا يعلم من خلق تحت معنيين، ألا يعلم الذي خلق، أي ألا يعلم الله سبحانه وتعالى وهو الذي خلقهم سبحانه وتعالى، أو ألا يعلم الذي خلق أي المخلوقين، أي يعلم أعمال المخلوقين. إما ألا يعلم من خلق يعود الضمير إلى الله، أو ألا يعلم من خلق يعود الضمير إلى الناس، يعلم الذين خلقهم سبحانه وتعالى. والمعنى واحد، والمعنى واحد، أن الله تبارك وتعالى هو خالقهم وهو يعلم أعمالهم جل في علاه. قال وهو اللطيف الخبير، واللطيف الذي يعرف دقائق الأمور، اللطيف وما لطف أي ما دقه وصغره، يعرف الله تبارك وتعالى المعلن والمخفي والعظيم والدقيق، يعلمه كله سبحانه وتعالى. والخبير هو أدق من العليم، لأن الخبير في العليم في ظواهر الأمور، والخبير في بواطن الأمور سبحانه وتعالى. نعم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. نعم، يذكر الله تبارك فضله على بني آدم، فيذكر نعمته العظيمة التي أنعم بها علينا، وهي تسخير هذه الأرض لنا وتمهيدها وإثباتها بالرواسي من الجبال، وإخراج الماء والنبت والزرع سبحانه وتعالى، ووجود هذه البهائم من الطيور والأسماك والحيوانات التي نأكل منها وغير وننتفع بها، وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي أعطانا الله تبارك وتعالى إياها. قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، ذللها لكم، سخرها لكم، مهدها لكم سبحانه وتعالى، فامشوا في مناكبها. وهذا الأمر ليس الوجوب، وإنما هذا أمر إباحة، أي أباح لكم أن تمشوا في مناكبها وأن تأكلوا من رزقه، فكل ما فيها من رزقه سبحانه، ليس بقوتكم ولا جهدكم ولا جدكم أبدا، وإنما هذا كله رزق ساقه الله إليكم سبحانه وتعالى، لأنه هو الرزاق وحده سبحانه وتعالى. وكلوا من رزقه، ثم تذكروا أن إليه النشور، إليه المعاد سبحانه وتعالى. نعم. سؤال إيه؟ معنى قوله هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، أي جعل فيها دواب تركبونها، جعل الأرض ساكنة لا تضطرب، ليس مما سبق. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. نعم، قوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، يقول هذا من لطفه سبحانه وتعالى ورحمته بخلقه، أنه قادر على تعذيبهم ومع هذا لا يعذبهم جل وعلا، فهذا من رحمته جل وعلا، مع أنهم كفروا، يعني كثيرا من الناس كفروا بالله تبارك وتعالى، ومع هذا لا يعاجلهم الله تبارك وتعالى بالعذاب، بل يؤجلهم جل وعلا، يحلم ويصفح جل وعلا. ولذا قال سبحانه وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة سبحانه وتعالى، ولكنه يحلم ويغفر ويتجاوز جل وعلا، لكنه إذا أخذ فإن أخذه أليم سبحانه وتعالى، إن الله يمهل ولا يهمل.
وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم سبحانه وتعالى. فالقصد أن الله جل وعلا لكمال رحمته وكمال لطفه جل وعلا فإنه لا يعاجل الناس بالعذاب لعلهم يتوبون، لعلهم يستغفرون، لعلهم يرجعون إلى الله تبارك وتعالى. قوله أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. والسؤال هنا أمنتم سؤال استنكاري وتقريري من الله تبارك وتعالى، ويقول أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا، والحاصب هي الحصباء الصخر ريح فيها حجارة تدمغكم تهلككم، يقول لهم، لكن الله ما يفعل ذلك سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، لكنه مع هذا يمهل جل وعلا. قوله فستعلمون كيف نكير أي اجمعها مع قول الله تبارك فكيف كان عذابي ونذر، كيف أهلك الأقوام السابقين قوم نوح قوم هود قوم صالح قوم شعيب طيب قوم لوط، ثم يقول فكيف كان عذابي ونذر، فكيف كان عذابي ونذر. وهذا سؤال سؤال تقرير من الله تبارك وتعالى. وهنا فستعلمون أيضا كيف كان أيضا سؤال تقرير من الله تبارك وتعالى. نعم. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أي كيف كان عذابي، كيف كان عظيما، كيف كان أليما شديدا. ألا تعقلون، ألا تنظرون في حال الأمم السابقة، انظروا إلى أحوال الأمم السابقة، اقرأوا تاريخهم. ولذلك الإنسان عندما يقرأ تواريخ هذه الأمم السابقة عند ذلك يتأثر، وبالتالي قد يعود إلى الله تبارك وتعالى ويتوب مما هو فيه، والله المستعان. نعم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. الرؤية هنا أولم يروا رؤية العين العملية ورؤية علمية أيضا، يعني بالنسبة للذي يسمع عن هذه الطيور كيف تطير، كيف طريقتها في الطيران، صافات ويقبض أي صافات أجنحتها وتقبض أجنحتها وهي طائرة، من الذي علمها، من الذي مكنها، هو الله سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى أولم يروا رؤية العين رؤية العلم العلمية إلى الطير فوقهم لأنها في جو السماء صافات ويقبض، يعني أحيانا تصف أجنحتها وأحيانا تقبضها، ما يمسكهن إلا الرحمن، في الهواء معلقة، من الذي مكنها، أنت لا تستطيع أن تطير، هي تستطيع أن تطير، من الذي مكنها أن تكون في هذا الجو في جو السماء، إنه الله تبارك وتعالى. قال إنه بكل شيء بصير سبحانه وتعالى. نعم. سؤال أنا أتنبأ ثلاث أسئلة شكرت. فإذا هي تمور أي تضطرب صح أو خطأ؟ نعم احنا قرأناها. نعم. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. نعم. الذين يعبدون غير الله تبارك وتعالى يبتغون ماذا عندهم؟ يبتغون النصر، يبتغون القوة، يبتغون الرزق، يبتغون الجنة، ما عندهم شيء، كل هذا عند الله تبارك وتعالى. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، من؟ لا ناصر إلا الله ولا غالب إلا الله تبارك وهو العزيز وهو القوي هو المتين جل في علاه. نعم. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أيضا هذه الأسئلة كلها أسئلة استنكار وتوبيخ من الله تبارك وتقرير من الله جل وعلا. أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه، من؟ أعلمونا أخبرونا من؟
الذي يرزقكم إن أمسك الله رزقه سبحانه وتعالى. ثم جاءهم الجواب بل لجوا، أي صاحوا وعاندوا وانصرفوا في عتو ونفور، أي استمروا وتمادوا في عتوهم أي عنادهم ونفورهم أي بعدهم وإدبارهم عن الحق. نعم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ سؤال من الله تبارك وتعالى لهم، وهو مثل يضربه الله تبارك وتعالى لأولئك القوم. أفمن يمشي مكبا أي منحنيا على وجهه لا يرى أمامه، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا يرى طريقه وهو على صراط مستقيم؟ أيهما فهو يقول لهم جل وعلا أنتم مكبون على وجوهكم لا تدرون إلى أين تمشون، وأنتم يسلك بكم طريق جهنم وأنتم غافلون، بخلاف من يمشي سويا واقفا يرى طريقه وهو على صراط مستقيم. وهذا السؤال من الله تبارك وتعالى فيه تبكيت لهم جل وعلا ومثال، ولكن كما قال بعض السلف إذا ذكر المثال في كتاب الله تبارك وتعالى فلم أفهمه بكيت، لأن الله تبارك وتعالى يقول ما يعقلها إلا العالمون، أي هذه الأمثال لا يعقلها إلا العالمون، لا يستفيد منها إلا العالمون، جعلنا الله وإياكم منهم. فالقصد أن الله جل وعلا يبين في هذا المثال الخطر الذي هم عليه، وهو أنهم مكبون على وجوههم لا يعرفون الحق ولا يتبعونه بالتالي، وهذا أمر طبيعي. والصراط فيها ثلاث قراءات، صراط بالصاد والسراط بالسين وصاد مشمومة بزاي الصراط، هذه ثلاث قراءات في كلمة الصراط. نعم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هو الذي أنشأكم أي بدأ خلقكم من لا شيء من عدم سبحانه وتعالى، وجعل لكم العقول وجعل لكم الإدراك ولكنكم لا تستعملونها في طاعة الله، وهذا من عدم الشكر. وإذا قال الله تبارك وتعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي بدل أن تشكروا فإنكم تكذبون الله تبارك وتعالى، وهذا من ضلالهم. نعم. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، أي بثكم ونشركم في أقطار الأرض، ذرأكم في هذه الأرض، شوف أنت الأرض الآن كم مساحتها، شوف الناس كيف منتشرون في هذه الأرض على اختلاف ألسنتهم ولغاتهم وألوانهم، لكن في النهاية كلهم خلق الله تبارك وتعالى، وبالتالي كلهم أيضا كما بثهم يحشرهم سبحانه وتعالى. نعم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، أي متى يقع الذي تخبرنا به، هذا الذي تخبرنا متى سيقع، وهذا أيضا سؤال تعجيز يعني واستنكار منهم، إما أن يكون هذا السؤال موجها للنبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون موجها للنبي وللمؤمنين، يقول متى هذا الوعد، يكابرون بهذا السؤال أن يأتيهم الجواب. نعم. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، هذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه فعلا نبي من عند الله تبارك وتعالى، لا يقول على الله ما لا يعلم، لما سئل عن الروح قال الروح من أمر ربي، والآن يسأل متى الساعة قال الله أعلم، وهنا كذلك قال المسؤول عنها بيعلم من السائل، وهنا يقول متى هذا الوعد، يقول علمه عند الله تبارك وتعالى، لكن أنا أمرت أن أنذركم وقد أنذرتكم وسيقع، لكن متى يقع ليس عندي، وإنما هذا عند الله جل وعلا، وإنما أديت الذي أمرت به. نعم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. فلما رأوه زلفة أي قامت القيامة،
طيب القيامة ما قامت الآن، ولكن القرآن يخبرنا عن أشياء ستقع بصيغة الماضي من باب اليقين أن هذا واقع واقع. فلما رأوا زلفة أي رأوه بعينهم قريبا منهم تماما أي العذاب، وذلك في يوم القيامة. فلما وقع ما كذبوا به ساءهم ذلك، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. خلاص انتهى الأمر. يقول الله جل وعلا فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، وسيئت فيها قراءتان، فيها إشمام الضم، سيئت سيئت يعني السين مشمومة بضم. طيب فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا أي غطاها السوء والعياذ بالله، وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. متى هذا الوعد؟ جاءكم الوعد، جاءكم الوعد، هذا كنت تدعون. وفيها قراءتان تدعون وتدعون. متى هذا الوعد؟ متى هذا اليوم؟ يطلبونه، جاءهم اليوم، أعاذنا الله وإياكم منه. نعم. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. الله يقول قل أرأيتم، النبي يخاطب الكفار، وفيها قراءتان أيضا أرأيتم وأريتم بدون الهمزة الثانية، أريتم. أرأيتم إن أهلكني الله من معي أو رحمنا، يعني نحن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مع إيماننا وتقوانا وعبادتنا خائفون، أنتم مع ضلالكم وكفركم آمنون؟ أرأيتم إن أهلكني الله من معي أو رحمنا، أنتم من يجير الكافرين من عذاب أليم؟ من يجيركم من هذا العذاب؟ إلى من تلتجئون إذا أراد الله عذابكم؟ من ينصركم من دون الله تبارك وتعالى؟ ولذلك قال الله تبارك وتعالى لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، من خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، ومن أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة. نعم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. يقول الله تبارك وتعالى قل لهم يا محمد هو الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة الذي وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى، آمنا به وعليه توكلنا. عليه توكلنا قدم الجار والمجرور، قدمه للاختصاص أي عليه وحده توكلنا، ما توكلنا على غيره، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فعليه توكلنا على الله وحده سبحانه وتعالى. فستعلمون أي عندما يأتي يوم القيامة من هو في ضلال مبين، نحن أم أنتم؟ لأنهم كانوا يتهمون النبي أنه في ضلال كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في سورة القلم، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه لمجنون، ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصار لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. نعم. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. يقول الله تبارك وتعالى قل أي قل لهم يا محمد، أرأيتم أيضا فيها قراءة أريتم وأرأيتم، إن أصبح ماؤكم غورا أي غارة في الأرض لا تستطيع الفؤوس أن تخرجه ولا السواعد القوية أن تخرج الماء من باطن الأرض، أخبروني من يأتيكم بماء معين؟ وهذا سؤال تقرير أنه ليس أحد إلا الله سبحانه وتعالى. بقي أن نعرف أن هذه السورة المباركة سورة تبارك ورد فيها يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قرأ هذه السورة أي سورة تبارك أنها تنجي صاحبها، تشفع لصاحبها، جاء عند أحمد أنها تشفع لصاحبها، وجاء عن ابن مسعود قال كنا نسميها المانعة،
عند الطبراني بإسناد حسن يقول كنا نسميها المانعة، أي التي تمنع صاحبها من عذاب القبر. صلى الله تبارك وتعالى وفقنا وإياك لما يحب ويرضى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فقط السؤال الأخير، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا أي قريبا تتناولونه، صح أو خطأ؟ والله أعلم. طيب، هذا سائل يقول أنا بار بأمي ولكن هي تقول إنك عاق، فهل أنا عاق؟ الله أعلم، يعني هذا أمر بينك وبين أمك، لكن نعم هناك بعض الآباء بعض الأمهات يعني لا يرضيهن شيء، يعني مهما بررت بها ترى أنك عاق. أنت أهم شيء بينك وبين الله تبارك وتعالى، انظر قد تكون أيضا فعلا مقصرا، أنت انظر في حالك. إذا كان هناك اسأل إخوانك، اسأل أباك القريبين منك، هل أنا فعلا عاق؟ قد تكون عاققتها في أمور أنت لم تنتبه لها، قد يكون العقوق أحيانا بنظرة. الله تبارك وتعالى يقول ولا تقل لهما أف، يقول أهل العلم ولو نفذت ما يريد لكن قلت أف، فأنت قد تكون قلت فعلت ما تريده منك لكن مع أف أو مع نظرة يعني فيها غضب أو أي تصرف آخر. والأفضل في مثل هذه الحالة أنك تسألها ما الذي أغضبك مني، ما الذي أحزنك، ما الذي تريدينه مني ولم أفعله، يسألها. أليست تقول لك إنك عاق؟ قل لها طيب أنا أريد أن أصحح، فما العقوق الذي فعلته حتى لا أفعله أتجاوزه، وأرضي ربك والله تبارك وتعالى يوفقك. يقول أنا مقصر أحيانا بصلاتي فماذا أفعل؟ طيب هذا لعل هذا السبب أنك مقصر في صلاتك فلم يرضي الله أمك عنك. أرضي الله تبارك وتعالى، لا تقصر في صلاتك، التزم في صلاتك حتى لا يكون العقوق مع الله تبارك وتعالى والعياذ بالله. يقول ما هي الأسئلة الثلاث عندما يموت المسلم؟ من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هذه الأسئلة التي توجه الإنسان في قبره. هل يقال بعد الختام من قراءة سورة الملك فمن يأتيكم بماء معين، هل يقال الله رب العالمين كما تقال في الصلاة، وهل تقال في الصلاة؟ لا مانع أن الإنسان إذا قرأ هذه الآيات التي فيها سؤال وتحتاج إلى جواب، فمن يأتيكم بماء معين، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بأحكم الحاكمين، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، كل هذه الأسئلة لا مانع الإنسان يقول بلى، يقول نعم، يقول الله، يعني يجيب عنها، ولكن لا يرفع صوته إلا إذا كان يصلي وحده. أما إذا كان في المسجد إماما أو مأموما فإنه لا يرفع صوته بذلك، يقولها بصوت يسمع نفسه فقط، لا مانع إن شاء الله تعالى من ذلك، وهذا من التفاعل مع كتاب الله جل وعلا. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار، في رواية أمك أمرتك بهذا؟ قلت اغسلهما، قال بل أحرقهما. نعم، لأن هذا في ذلك الوقت، في ذلك الوقت الثياب المعصفرة هي من لباس النساء ومن لباس الكفار، أي غسلت بالعصفر اللي هو الزعفران، هذا كان من لباس الكفار ومن لباس النساء، فلذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس هذه الثياب. إذا صلى الإمام لصلاة الظهر ثلاث ركعات ثم سلم وتنبه فماذا يفعل المأمومون؟ المأمومون المتأخرون، يقول ما يفعل المأمومون المتأخرون؟ أولا المأمومون المتأخرون أولا ينبغي الإنسان لا يتأخر عن الصلاة،
الأمر الثاني لا يقوم إلى قضاء صلاته حتى يسلم الإمام التسليمتين وينتهي من صلاته. الأمر الثالث لو سلم الإمام التسليمتين ثم قمت أنت إلى صلاتك لتكملها، فإذا صار حديث بين الإمام وبين المصلين صليت أنت خلاص خرجت من متابعة الإمام وصرت منفردا تكمل صلاتك على ما هي عليه 4 ركعات. ما هو فصل قراءة سورة الواقعة مساء؟ فضل الظاهر، فضل يمكن. ما فضل قراءة سورة الواقعة مساء؟ لا أعلم في هذا شيئا عن سورة الواقعة، بل لم يثبت شيء في سورة الواقعة أن لها فضل خاص، لكنها من سور القرآن الكريم، والقرآن الكريم كله مبارك وكله فيه فضل عظيم جدا، لكن ثواب خاص لسورة الواقعة لا أعلم ذلك. والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.